هنا بمنطقة عين فرحات التابعة إقليميا لبلدية زرق بولاية أم البواقي، مجرى المياه القذرة ما زال يشكل خطرا على البيئة والمحيط، فيما باتت المياه العديمة تهدد أراضي فلاحية بالتلوث. عندنا 15 سنة نعاني من الزيقو هذا. الزيقو هذا وأثر علينا بزاف، قتلنا الكلاب الحيوانات، أثر علينا على الزراعة، على الغابة. من ناموس ما تقدرش ترقد هنا خلاص. هو باش نعمروا بلادنا ومنا باش نخدموا على روحنا، ما كان الزيقو هذا هزد لنا كل شيء. هذه المياه العديمة والتي مصدرها المصب الثاني لمياه الصرف الصحي لجزء من المجمع السكني عين فرحات تشق منطقة غبية، فيما تقف حجر عثرة في طريق الاستثمار الفلاحي. عندنا مشكل تاع قنوات صرف المياه راي قاعد هنا قاعد تسمى قاستنا الأراضي الفلاحية تاعنا، وجينا باش نستثمروا، عندنا أراضي فلاحية باش نستثمروا فيها، لقينا باللي ما نجمناش نستثمروا فيها. المرة الأولى خدمت عاودناهم، زادوا إن شاء الله زادوا المشكل، زاد تبوشة. خرجت بنفسي أنا والمصالح التقنية تاع البلدية، خرجنا وديبوشيناه. واش لقينا فيه؟ للأسف لقينا دجاج. الناس اللي قاعدة تخدم في الدجاج قاعدين يطيشوا في الدجاج تاعهم الميت في وسط لي روكار. ان شاء الله البلديه راهي هزتها على عاتق البلديه. وعلى النقيض من ذلك يناشد فلاح المنطقه الجهات المعنيه لايجاد حل دائم لهذه الوضعيه البيئيه التي ما زالت تلقي بظلالها على سكان الجهه وانقاذ الاراضي الفلاحيه من تداعيات المياه القذره.